منذ أن اشتعلت نار الحرب في أوكرانيا كانت جميع الزيارات الرسمية لها من الحلفاء والداعمين غير معلنة على الملأ، لكن التنسيق كان يجري في الخفاء بعيداً عن أعين الخصوم. وآخر تلك الزيارات وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى كييف في أول زيارة يقوم بها مسؤول أمريكي كبير لأوكرانيا منذ بداية الهجوم المضاد الذي دخل الشهر الرابع من دون تحقيق مكاسب كبيرة بحسب مراقبين. زيارة بلينكين، وعلى الرغم من أنها بادرة لدعم الهجوم المضاد، إلا أنها تحمل في طياتها حزمة مساعدات جديدة تتجاوز قيمتها مليار دولار بحسب ما أكدت الخارجية الأمريكية. الرد الروسي على زيارة بلينكين لم يتأخر، إذ قال الكرملين إنه من الواضح أن واشنطن تعتزم مواصلة تمويل المجهود الحربي في أوكرانيا حتى آخر أوكراني، ولن يدخروا أي أموال في سبيل ذلك، لكن ذلك لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة التي تشنها موسكو. صدى الحرب يتردد في أروقة الكونغرس، فيغدو تمويلها عملية صعبة على الديمقراطيين، تجابه برقابة صارمة من منافسيهم الجمهوريين. فمنذ بدء الحرب قوبلت عمليات تقديم الدعم بمعارضة تعالت أصواتها مع قرب الانتخابات الرئاسية، لينبئ الصدام في الكونغرس باشتعال معركة بين الحزبين قوامها الدعم الأوكراني. من موسكو ينضم إلينا المختص بالشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي. دكتور محمود، أهلا وسهلا بك. إذا دكتور محمود، نتحدث عن دفعة جديدة من المساعدات، هذه ليست المرة الأولى التي نتوقف عند هذه الزاوية، ولكن الجميع يعول ما بين النوعية والكمية، فما هو الوضع حاليا بالنسبة لمسار هذه العملية ميدانيا؟ أول شيء أسعد أوقاتك سيدتي الكريمة وللأخوة المشاهدين. طبعا في قول النوعيه والكميه ستختلف اختلاف جذري عن السنه او عن الماضي، لانه امريكا منذ بدايه العمليه العسكريه بشكل مباشر او غير مباشر ساعدت اوكرانيا بحوالي 100 مليار دولار امريكي، والدول الاوروبيه بحوالي 30 مليار. الان الكميه بالنوعيه يعني ستكون اخف اقل بكثير من الماضي. لماذا؟ اول شيء بالنسبه للسلاح، نعلم جيدا ان لم يكن يعني ليس هناك اي اسلحه الان لتعطيها الولايات المتحده الامريكيه غير اسلحه الصواريخ بعيده المدى والطائرات. الطائرات تعلم جيدا هي عمليه مكلفه جدا، وبالاضافه ان لها خطوره تصادر البشر، وحتى لو اعطيت اوكرانيا الطائرات ستعطى بكميات قليله. اما بالنسبه للذخيره فهي بحاجه الى انتاج، ونعلم ان الولايات المتحده الامريكيه وشركائها بداوا من حوالي شهرين او ثلاثه من الانتاج، يعني ليس لديهم انهم بحاجه لمده طويله لانتاج ما تحتاجه اوكرانيا. بالاضافه الى الماده، نعلم جيدا ان بالفعل كما قال الريبورتاج هناك صراع بدا، الصراع الانتخابي سيكون الشعار الاول هو الدعم لاوكرانيا، يعني حزب الجمهوري سيتخذ من دعم اوكرانيا سلاح مضاد بالنسبه للديمقراطيين، يعني سيقولون باشعار انتخابيه ان في حال وصولهم الى السلطه كما يحصل الان، يعني هناك بعض المرشحين الجمهوريين يقولوا في حال وصولهم للسلطة سيقفوا عن دعم أوكرانيا ويلتفتوا إلى المجتمع الأمريكي وإلى بناء الولايات المتحدة الأمريكية التي تعاني نوعا ما من مشاكل اقتصادية بالإضافة إلى مشاكل بنائية أيضا. لذلك أنا في رأيي حتى لو بقي الديمقراطيين في السلطة، أنا أعتقد أن الكمية والنوعية ستكون مختلفة عن الماضي، هذا أمر مهم جدا. ولذلك يعني تم زيارة وزير بلينكين، يعني زيارة وزير بلينكين إلى أوكرانيا هي زيارة نائب مدير الشركة إلى عمال شركته، هذا أمر واضح. وكان النموذج أن نتيجة العملية المعاكسة هي الموتى، يعني أن يذهبوا إلى مقبرة جديدة وضع فيها المقاتلين الأوكرانيين يقتلوا في العملية المعاكسة. هذه نموذجية أن نتائج العملية المعاكسة هي خسارات في العتاد البشري وخسارات هائلة، يعني أوكرانيا أوضحت رسالة أن فعليا بدأت تستنزف بالعتاد البشري، فعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن ترسل جنودها إلى أوكرانيا، وهذا ولكنها لا تسعى إلى مواجهة مباشرة على الأرض. أمريكا لا تسعى ولكن أوكرانيا تسعى، يعني رأينا نعم، ولكن هل من الممكن أن تصل إلى مرحلة أن تضغط على الجانب الأمريكي ليتدخل بهذا الشكل؟ هو يعني نعلم جيدا أن النظام الأوكراني يريد، يعني ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أنا برأيي هي استهلكت أوكرانيا، استثمرتها بشكل جيد. يعني خلينا نكون واقعيين، نتائج العملية العسكرية، النتائج الآن الحرب في أوكرانيا خلال السنة ونص تقريبا أصبحت أوروبا مستعمرة أمريكية،
كل الاقتصاد الاوروبي الان يعتمد على الغاز الامريكي. امريكا عادت بنفوذها الى اوروبا واخرجت روسيا يعني جزئيا، هذا اول شيء. ثاني شيء، استنزفت اقتصاديا روسيا، وبالاضافه ان لدى روسيا مشاكل اقتصاديه نوعا ما. لذلك انا برايي استثمار حصل بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه. الان كيف سيخرجوا من عنق الزجاجه؟ وكيف سيشرحوا للعالم باسره ان كنا نستخدم سلاح لاضعاف روسيا؟ لذلك انا في رايي ان هناك يعني بعض الرسائل الان تصل الى الرئيس زيلينسكي انه لا يريد الصراع المباشر كما يريد الاوكرانيين. وبالاضافه يمكن المفاوضات ان تبدا فعليا بعد نهايه العمليه المعاكسه، لانه النتائج اللي اخذها بلينكن من الوزير كوليبا كانت نتائج مخيبه للامال. يعني كان متوقعين الامريكان بهذا النوع والكميه من الاسلحه ان تصبح جزيره القرم، لا اقول تحررها، اقول ان تصبح تحت مرمى النيران الاوكرانيه لاضعاف موقف روسيا. وكيف يصبح الموقف الروسي في مقابل هذه القراءه؟ الموقف الروسي تعلم جيدا، روسيا تعلم الموضوع جيدا، ان نيات الولايات المتحده الامريكيه تعلمها جيدا، لذلك الموقف الروسي واضح، واعلن عن لسان المتحدث باسم وزاره الخارجيه، عندما قالت نحن مستعدين للحرب حتى اخر اوكرانيا، عند ينتهي الجيش الاوكراني لنرى ماذا ستقدمه، هل ستذهبون الى المواجهه المباشره؟ هذا امرهم، يعني روسيا تنتظر قرار الولايات المتحده الامريكيه، هي بالنسبه لروسيا هي حرب وجود، بالنسبه وعلى حدودها. بالنسبة لأمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية هي حرب بعيدة عن حدودها وفي قارة أخرى. لذلك الوضع مختلف بين البلدين، دولة مضطرة تحارب ودولة تريد إضعاف دولة أخرى. يعني التقارب ليس له أي يعني التقارب ليس لديه أي نوع من أنواع الواقع، التقارب الأمريكي مع التقارب الروسي. لذلك روسيا تنظر إلى الدعم الأمريكي اللامحدود، يمكن أن يكون محدود أو لا محدود، أن القتال أصبح فعليا حتى آخر جندي أوكراني. عندما يستنزف الجيش الأوكراني في العتاد البشري، حتى لو أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية أسلحة لن تستطيع أن ترى أن تجد أشخاصا من يحمل هذا السلاح. هذا أمر. لذلك روسيا مستمرة في سياستها وفي نهجها، ونعلم جيدا أن تدمير البنية العسكرية التحتية الأوكرانية هي من أهداف العملية العسكرية الخاصة، والبنية العسكرية التحتية أيضا تتضمن الجيش والعتاد البشري، لذلك روسيا مستمرة. نعم، شكرا جزيلا لك المختص بالشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي من موسكو.